لا يمر يوم إلا وتطلق المنظمات العالمية جرس انذارها لتحذير من تفاقم الكوارث الإنسانية المستمرة في اليمن. تبدو تلك التقارير مخيفة بما تحمله من أرقام كبيرة لعدد من ماتوا أو جرحوا أو حتى نزحوا عن منازلهم مجبرين، لكنها لا تعبر إلا عن القليل من حقيقة ما يحدث على الأرض. فالكثير من المنظمات الإنسانية لا تستطيع الوصول إلا لعدد قليل من المناطق المنكوبة في البلاد. آخر تلك التقارير والتي أصبحت شبه يومية تحدثت عن ما يزيد من 380 ألف طفل يمني غير قادرين على الذهاب إلى مدارسهم بحسب منظمة اليونيسف، والتي قالت بأنها تمكنت من دعم 370 ألف طالب وطالبة لمواصلة تعليمهم، ووفرت للطلبة النازحين منهم حصصا دراسية تعويضية ومواد تعليمية. أما عن آخر إحصائية لعدد من فقدوا حياتهم في هذه الحرب حتى الآن، فقالت منظمة الصحة العالمية إن عددهم بلغ 6200 يمني، فيما أصيب أكثر من 30,000 شخص آخرين. ووفقا للمنظمة فإن أكثر من 21 مليون شخص يحتاجون إلى مساعدات إنسانية، بما فيهم حوالي 2.5 مليون نازح. هي معلومات مكررة إذن تصدرها المنظمات العالمية، بينما تكتفي أغلبية هذه المنظمات بإصدار تقارير فقط دون المساهمة بالتخفيف من معاناة الناس ولو بالقليل.